بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة الأولى وهي محاضرة تعريفية للفصل الدراسي المتعلق بمادة Construction Equipment and Method أو ما اصطلح باللغة العربية طرق الإنشاء. يتضمن وصف للمادة والغاية من هذا الفصل الدراسي وبعض التفاصيل حول ما سيتطرق له الفصل والمواضيع التي سيتعرف عليها الطالب خلال الفصل الدراسي. الكتاب المنهجي الذي ممكن أن يستفاد من عنده الطالب هو Construction Planning Equipment and Method للمؤلف بيوري فوي. توجد طبعات عديدة من عنده. الطبعة الأحدث فيها تفاصيل ومنقحة وجميع الفصول فيها تفاصيل كاملة حول المواضيع المتعلقة. الغاية من الفصل الدراسي هو تزويد الطالب بمهارات دراسة ومعرفة أنواع الآليات الإنشائية وتفاصيلها الفنية والإنتاجية والكلف ومدى الملائمة لنوع العمل الإنشائي. في نهاية الفصل الدراسي راح يكون الطالب قادر على اختيار الآلية الإنشائية المناسبة من حيث النوع والحجم والقابليات وتحديد الإنتاجية لهذه الآلية وتحديد الكلف الخاصة بالفقرة الإنشائية. الفصل الأول أو الجزء الأول من المحاضرة سيتعلق بموضوع القيمة للأموال وسيتطرق إلى دراسة موضوع التدفقات النقدية الكاش فلو دايجرام. الفصل الثاني سيتعلق بالإكويبمنت كوست كلف التشغيل وكلف الاستبدال والاستئجار. الفصل الثالث سيتعلق بالكومباكشن ماتيريال اند جيوتكنيكال ستابيلايزيشن، تفاصيل متعلقة بموضوع التربة وتثبيت التربة وخصائصها. الفصل الرابع سيتعلق بالمشين باور وهي القابليات للمعدات الإنشائية. من الفصل الخامس صعودا سنتعرف على بعض الآليات وندرس إنتاجيتها وكلف التنفيذ باستخدام هذه الآليات. من ضمن هذه الآليات الدوزرز والسكرابرز والكسكيفيترز كرينز التراك اند ويجن. ايضا سنتطرق الى الكومباكترز انواعها واستخداماتها وانتاجيتها. حال هذا الفصل مشابه لباقي الفصول الدراسيه سيكون لحضور الطالب ومشاركته نصيب من احتساب الدرجه بالاضافه الى النشاطات الصفيه واللاصفيه والنسب المئويه لحساب الدرجات متغيره. نلتقيكم في المحاضرات القادمه ان شاء الله.